هذه المناسبة الأليمة. تنشكر سيدنا الله ينصرو على العناية ديالو اللي يشمل بها راجلي. وتنشكر كذلك السيد وزير الثقافة والاتصال السيد الأعرج اللي جا عنده الدار ديالو وكبر به. تنشكر جميع الفنانة والأصدقاء والشعب المغربي كافة على المؤازرة ديالهم لينا. ما عرفتش شنو الانسان تيعجز على باش نهضر على الزوج ديالي، الله يرحمه وينعمه، اللي كان بمثابة ديالي ديال الاخ واب وكل شيء. كيعجز الانسان على الكلام، داكشي اللي غادي نقول في حقه قالوه مجموعه ديال الفنانه مغاربه وقالوه المغاربه كاملين. علاقتي معاه انا تقريبا من الفنانه اللي دخلت لبيته وانا صغيره، يلاه بديت الميدان الفني ورعاني وعنا بيا ومد لي يدي. واللي مهم في هذا الشيء هي السيده ديالو، السيده زهراء الله يجازيها بخير، فتحت لي بابها، عشت معاهم واحد المده كبيره، درنا اعمال مشتركه منهم المسلسل ديالنا خط الرجعه. دونك كانت فقصه كبيره وصدمه كبيره لدرجه ان ما كانش الانسان منتظر ان في هذا الظرف ضيق، يعني بحال اللي كيقولوا تخطف. الله يرحمه والله يوسع عليه ويصبر هذه السيده، وانا لله وانا اليه راجعون. كلمه في حق السي عزيز موهوب، هو ماشي فنان ولكن اب واخ. يعني كنت معاه ملي كنت صغيره الدار، كان انسان خلوق دخل سوق راسو، ما كيجبد العيب مع حتى واحد، زعما انسان الله عمرها دار، ما عمرنا شفنا منه شي حاجه، افتقدنا زعما انسان، والامر لله، الله يرحمه ويوسع عليه، انا لله وانا اليه راجعون. اللي شفته كان شفته قبل ما يموت، زعما كان شويه عيان ولكن الحمد لله، زعما انا جاتني الصدمه باللي مات، ما كنتش كنتظر لان ما كانش زعما عيان بزاف وداك الشيء. اما ما كانش كان مزيان. ايوا الامر لله، الاعمار بيد الله، ما عرفت شي واحد شنو كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.